بخصوص الأسئلة المتعلقة بمشكل ندرة بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، فبالرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان وفرة هذه الموارد في السوق، لا سيما من خلال تكوين مخزون استراتيجي موجود وزيادة الإنتاج، غير أنه تم تسجيل اضطرابات في توزيع هذه المواد ترجع بالأساس كما قلنا سابقا إلى المضاربة والتهريب من بعض الشبكات المنظمة. وفي هذا الصدد تم إعداد قانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، دخل حيز التنفيذ وتم تفعيله بصرامة في الأيام القليلة السابقة، ويتضمن عقوبات لهذه الجريمة تصل إلى حد 30 سنة سجن لكونها تمس بأمن واستقرار.